عهد على نفسكم ان انتوا تحققوا فعلا الثلاث بطولات وحققتوهم فعلا، حابب تقول ايه؟ والفرحه الكبيره بالكابتن محمد مصلحي دي تقول عليها ايه؟ والله الحمد لله على مكسب ثلاث بطولات، الحمد مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجمهور النادي الاهلي. اولا الثلاث بطولات دوت ما جوش من فراغ، لان احنا تعبنا كتير قوي السنه اللي فاتت والسنه دي، فالحمد لله ربنا كفينا بالثلاث بطولات اللي احنا دخلناهم. قول لي اللي جاي بالنسبه لكم، خلاص حسمتوا ثلاث بطولات، الفتره اللي جايه بالنسبه لكم انا عارف خلاص كده يمكن الموسم انتهى بالنسبه لكم، مطالبين الفتره اللي جايه بايه يا كابتن عبد الحليم؟ والله الحمد لله مطالبين ان شاء الله كده نشوف الفتره بتاعت المنتخب ان شاء الله كده، في شويه اصابات كده عاوزين نتعالج، نعمل برامج استكشافيه، وان شاء الله بقى في بدايه الموسم الجديد نبدا نأهل كويس، ونشوف احنا داخل الموسم هيبدا على ثلاث بطولات اربع بطولات، وان شاء الله نفس المستوى السنه اللي فاتت ان شاء الله. ربنا يخليك، شكرا.